صحينا النهاردة قصة جميلة خالص. كان يا مكان كان في حرف جميل خالص، شكله زي السلم بس كان شقي خالص ومش بيسمع الكلام. ماما كانت تنادي عليه ما يردش، ترجع تنادي تاني بصوت أعلى يرد عليها ويقول لها ايه. ماما كانت تزعل خالص يا أصحابي، لأنه المفروض يرد ويقول نعم. كمان كانوا أصحابه ينادوا عليه، كان برضو يرد عليهم ويقول لهم ايه. أي حد كان بينادي عليه كان بيرد ويقول ايه، لغاية ما أصحابه سموه حرف الايه. حرف الايه ده يا أصحابي ما كانش بيسمع الكلام وكان شقي خالص ومش بيسمع كلام مامته خالص، وكان بيعمل شقاوة. وفي مرة من المرات وهو قاعد يلعب وقاعد ينط ويعمل شقاوة، تفتكروا ايه اللي حصل؟ وقع على رجليه ورجليه اتكسرت، وقعد يعيط ويقول الحقوني رجلي بتوجعني خالص، الحقيني يا ماما رجلي مش قادر احركها. مامته راحت خدته وراحت بيه على الدكتور بسرعة. الدكتور قال له رجلك انكسرت وهتتجبس ومش هتقدر تحركها خالص ولا تمشي عليها ولا تلعب بيها لفترة كبيرة. زعل خالص وقعد يفكر انه لو كان سمع كلام ماما وما كانش عمل شقاوة ما كانش حصل له كده. وعرف انه غلطان وقال انا اسف يا ماما لاني ما سمعتش الكلام وعملت شقاوة، انا اسف يا ماما انا هسمع كلامك ومش هعمل شقاوة تاني. وبكده يا اصحابي حرف الاي بقى شاطر وبيسمع كلام ماما وبطل يعمل شقاوة تاني. وقصتنا خلصت النهاردة، استنونا في القصة الجاية مع قصة حرف البي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو جديد، ولو عجبتكم القصة تدوسوا على لايك. باي باي.